يبدو قرار اعتزال توني كروز غريبا ومفاجئا للأغلبية، ليسما أنه يقدم موسما مميزا إلى الآن مع ريال مدريد، ولكنها عقلية المهندس الألماني التي تختلف عن سائر اللاعبين. كرة القدم ستفتقد مهندسا لا يترك مجالا للصدفة على أرض الملعب، وريال مدريد سيودع ضابط الإيقاع في صفوف الفريق طيلة 10 سنوات. النجم الألماني توني كروس أعلن اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي عقب نهاية بطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2024 وفيما يلي بيان اعتزال توني كروس الرسمي. 17 يوليو 2014، يوم تقديمي في ريال مدريد، اليوم الذي غير حياتي كلاعب كرة قدم، ولكن بشكل خاص كشخص، لقد كانت بداية فصل جديد في أكبر نادي في العالم. بعد 10 سنوات في نهاية الموسم ينتهي هذا الفصل، لن أنسى أبدا ذلك الوقت الناجح، وأود بشكل خاص أن أشكر كل من رحب بي بقلب مفتوح ووثق بي، لكن بشكل خاص أود أن أشكركم أيها المدريديستا الأعزاء على عاطفتكم وحبكم منذ اليوم الأول وحتى اليوم الأخير وفي الوقت نفسه، فإن هذا القرار يعني أن مسيرتي كلاعب كرة قدم ستنتهي هذا الصيف بعد بطولة اليورو. كما قلت دائما، ريال مدريد هو فريقي الأخير وسيظل كذلك. أنا سعيد وفخور لأنني وجدت في ذهني التوقيت المناسب لقراري، وإنني أستطيع اختياره بنفسي. كل طموحي دائما هو إنهاء مسيرتي في قمة مستواي. من الآن فصاعد هناك فكرة واحدة فقط، إلى 15، هلا مدريد ولا شيء آخر.